اهلا بيكم، انا حسام سمير بتاع ديزاين. ان شاء الله النهارده هنستكمل مع بعض سلسله الكورس الخاصه بتعلم الفوتوشوب. ده الدرس رقم 6 معانا في الدوره التعليميه ديت، واللي من خلاله هنتعرف مع بعض على اداه الالاين تول او اداه الاستفاف بالمعنى الحرفي. بالتالي مهم جدا ان انت كمصمم جرافيك تكون على علم بالاداه ديت والاستخدامات بتاعتها، لانها بتسهل عليك كمصمم جرافيك اثناء ما انت بتصمم التصاميم بتاعتك. بالتالي مهم جدا ان انت تكون عارف الاداه ديت، وهو ده الجزء اللي احنا هنتعلمه النهارده في سلسله الكورس ديت. من غير ما اطول عليك اكتر من كده، يلا بينا. ننتقل للجزء العملي بتاع الحلقه ديت. اول حاجه هتروح تفتح برنامج الفوتوشوب وهندوس كرييت نيو عشان نفتح نافذه عمل جديده. طبعا نافذة البرنامج دي او واجهة البرنامج انا شرحتها بالتفصيل في الحلقة السابقة، بالتالي مهم جدا ان انت تكون تابعت الدروس ديت عشان تكون ماشي معايا بالتوازي. فشرحت الواجهة دي بالتفصيل وازاي ان انت بتخصص فيها كل حاجة. وليكن انا هنا هاجي افتح مقاس الـ A4 يفتح عندي بالشكل ده. انا كنت شرحت في الحلقة اللي فاتت ازاي ان انت بتستخدم اداة الريكتنجل تول واداة رسم الاشكال ديت كلها، وازاي انت بتخصص فيها كل حاجة. بالتالي الحلقات دي مهم جدا ان انت تكون تابعتها، هسيبها لك تحت في وصف الفيديو بحيث ان احنا نكون ماشيين مع بعض بالتوازي في المعلومات. بالتالي انا هاجي هنا استخدم اداة الريكتنجل تول واللي شرحتها الحلقة اللي فاتت، وابتدي اجي هنا ارسم مستطيل بالشكل ده. المستطيل ده اقدر اعمل منه كوبي او نسخة كمان زيه بالظبط. عشان اعمل منه كوبي او نسخة كمان، تيجي هنا عند طبقة المستطيل ده تدوس عليه كليك بالماوس وتختار حاجة اسمها دوبليكيت لاير، هتلاقيها عندك فوق هنا، فتدوس عليها يطلع لك الرسالة دي، تدوس اوكي فيبتدي ان هو يعمل لك نسخة تانية، لكن انت مش شايفها لانها على نفس النسخة الاولانية. طيب عشان انا اشوف الكلام ده اقدر اعملها ازاي؟ عن طريق اداة الموف تول، او انك تدوس في الكيبورد اختصارها حرف الفي وتبتدي تسحب في اي حتة فهتشوف النسخة اللي انت عملتها. كمان تقدر تعمل نسخة تانية من المستطيل ده عن طريق ان انت تدوس اختصار في الكيبورد اللي هو كنترول مع حرف الجي في نفس الوقت فيعمل لك منه نسخة، لكن انت برضو مش شايفه لان انت واقف في نفس المكان، فتقدر ان انت تسحبه في الاتجاه مختلف فهيظهر معاك. لكن الاسرع من ده كله ان انت لما ترسم اي حاجة تدوس الت في الكيبورد وتفضل دايس عليه فتشد فيعمل لك نسخة، وده اسرع حاجة في الدنيا عشان تعمل نسخة او كوبي من اي حاجة معاك انت ماسكها. طيب انا ليه عملت كل الاشكال ديت، او بعلمك ليه تعمل نسخ معانا؟ اولا عشان نبتدي ان احنا نتكلم بقى عن الاداة اللي انا حابب ان انا اشرحها لك النهاردة، وهي اداة الالاين تول زي ما اتفقنا في بداية الفيديو. الاداة ديت لو انت واقف على لاير او طبقة من طبقات المستطيلات دي، او اي عنصر انت عندك على الفوتوشوب بنزلته في صفحة العمل بتاعتك، هتلاحظ فوق هنا في شريط الخصائص ان انت عندك اداة اسمها الالاين تول. الالاين تول دي غير مفعلة، يعني ما تقدرش تدوس عليها، ما تقدرش تختار اي حاجة منها. طيب ده ليه؟ لان الاداة ديت ما بتتفعلش الا في حالة انت كنت مستخدم او محدد للبرنامج طبقتين فيما اكثر، يعني طبقتين فيما فوق. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا اجي هنا، انا واقف هنا على الطبقة دي، اقدر ادوس كنترول واقف على الطبقة كمان اللي بعدها، فهاجي هنا ادوس كليك فاصبح الاتنين لونهم رصاصي شوية، فمعناته ان انا كده محدد طبقتين او محدد اتنين مستطيل. بالتالي لاحظ ايه اللي حصل معاك فوق، الاداة اتفعلت، نقدر ان احنا ندوس عليها او نقدر ان احنا نستخدمها. بالتالي الاداة الالاين تول دي او اداة الاستفاف دي عشان تفعلها مطلوب ان انت يكون عندك شكلين او عنصرين او رسمتين، وان انت تقف على الطبقتين دول، فبالتالي الاداة تتفعل معاك. ونقدر كمان نقف على كذا طبقة بنفس الكيفية كنترول، وابتدي اقف على كل طبقة فيتغير لونها، بحيث ان انا قلت البرنامج حدد لي على الاربع طبقات دول، فبرضو هتلاحظ ان اداة الالاين تول مفعلة معاك. طيب ايه بقى فايدة اداة الالاين تول او اداة الاستفاف دي؟ لو انا راسم رسمة عشوائية بالمنظر ده، يعني انا حاطط كل مستطيل في اتجاه زي ما انت شايف، وانا حابب ان انا اخلي المستطيلات دي على خط مستقيم واحد، يعني يكونوا تحت بعض بالظبط في قناة
او شانل واحده. طيب الكلام ده لو انا هعمله بكل مستطيل، امسك كل واحد اعمله، عمري ما هظبطه بشكل سريع او في نفس الوقت، هياخد منك وقت. طيب انت لو محدد الطبقات دي كلها زي ما اتفقنا، وجينا على اداة، اول اداة عندنا في الالاين تول، ودوسنا عليها اللي هي الاداة التالية، ودوسنا عليها، لاحظ ايه اللي حصل. خلالك الجميع على خط او شانل واحد، يعني اصطفاف واحد، هنا متساوي وهنا متساوي. لو جبنا خط كده من بره وقفناه، هتلاحظ ان الكل اصبح في استقامة واحدة. بالتالي دي عملتها في لحظة عن طريق ان انت ضغطت هنا. طب انا اقدر اقول للبرنامج انا عايز اخلي المستطيلات دي على خط واحد، ولكن ما تكونش في منتصف التصميم، انا عايزها تكون على بداية التصميم، في البداية من هنا اهو، من الحتة دي. بالتالي هعمل ايه؟ هاجي احدد كل الليارات اللي عندي او كل الطبقات بما فيهم الخلفية، ادي الخلفية، وهدوس كنترول وابتدي احدد كل الطبقات، فاصبح الطبقات كلها اللي عندي باللون الرمادي. وهنا الاداة فعلت مرة تانية، ولكن المرة دي مش هختار اداة الالاين تول ديت، ولكن هختار اداة الالاين تول التانية او الايقونة التانية اللي هي فيها خط بمحاذاة الشاشة من الناحية اللي احنا عايزينها. بالتالي لو دوست عليها، لاحظ ايه اللي هيحصل، نقلك كل العناصر بتاعتك بالفعل لبداية التصميم بتاعك، او في خط بداية التصميم. بالتالي عملت العملية دي بشكل سريع. ولكن انا لو عايز اعملها بقى الناحية التانية بشكل فردي كده، لاحظ هاخد وقت قد ايه، وعمرها ما تكون في استقامة واحدة، لان ممكن ادخل عنصر لجوه شوية، وممكن العنصر ده يبقى طالع شوية. فبالتالي لو انا حددت عليهم كلهم كده وقلت للبرنامج ودهم لي الناحية التانية تاني، اصبح معاك على خط مستقيم، وبنفس البداية من هنا ونفس النهاية من هنا. وممكن كمان اجي على اداة الالاين تول الناحية التانية، ادوس عليها فانقلهم لك الناحية المقابلة. وبكده دي اول استخدام لاداة الالاين تول عندنا، ان هي بتسهل عليك رص العناصر بتاعتك في خط متوازي او في قناة شانل واحدة، خط مستقيم. طيب دي استخدام الاداة كلها؟ لا طبعا، يعني خلونا نخفي وليكن عنصرين من العناصر دي. لو انا عندي مستطيل كده، وعندي المستطيل التاني ده كده، وانا عايز ارسم رسمة في دماغي او في مخيلتي، الرسمة دي مبنية على ان كل مستطيل من دول يكون في منتصف التصميم بالظبط، في نص صفحة العمل بالظبط. لو انا هعملها بشكل يدوي، عمري ما هظبطها، وعمري ما هكون متأكد ان الجزء ده يساوي الجزء اللي من تحت في التصميم. ولو هعملها برضو بشكل يدوي هياخد مني وقت كبير. بالتالي ممكن ان انا اجي احدد على الطبقتين دول، ولكن المرة دي مش هختار اداة الالاين تول الجزء اللي هنا، هنبتدي نخش على الجزء التاني اللي من هنا. فبالتالي هبقى محدد طبقة الخلفية وطبقة الاولى والطبقة التانية زي ما اتفقنا، كنترول، ونحدد على الطبقات بتاعتنا، وهنخش على الجزء التاني بتاع الالاين تول اللي من هنا. هتلاحظ عندك خيارات جديدة، الخيارات دي يهمني فيها في الوقت الحالي الخيار اللي هو في النص. لو دوسنا عليه، لاحظ ايه اللي حصل، اصبح عندك المستطيلين بالفعل في منتصف التصميم. بالتالي ساعدك ان انت تقوم بالفكرة بتاعتك، ان انت لو عندك عنصر ما وعايزه يكون في منتصف التصميم بالظبط، وتكون متأكد ان الجزء بتاع صفحة العمل من فوق كده بالشكل ده يساوي الجزء صفحة العمل عندي من تحت. فبالتالي بالفعل احنا تأكدنا ان الجزء ده كده يمثل منتصف التصميم. طيب انا عايز اخلي المستطيلين دول، ليكن ده واحد بعيد والتاني في حتة تانية خالص، عايز اخلي المستطيلين دول في منتصف التصميم، ولكن بشكل افقي مش شكل رأسي. بالتالي هرجع لأداة الالاين تول اللي هي الجزء الاولاني، عندك هنا الخيار اللي في النص، لو جيت دوست عليه لاحظ ايه اللي هيحصل، بالفعل خلالي المستطيلين على
شانل واحدة او خط مستقيم واحد ويسهل عليا العملية. طيب ده الجزء الاول من الاداة. بالتأكيد الاداة ما بتعملش الحاجة دي بس او مش بتساعدك في المهمة دي بس. طيب ممكن نعمل ايه تاني باداة الالاين تول؟ اداة الالاين تول لو احنا عندنا مستطيل زي دوت وعندنا مستطيل زي دوت بالمنظر ده، خلوني بس اعرضهم كلهم، وعندي المستطيلات دي بالشكل التالي، لو انا عايز اخليهم على مسافة واحدة يعني كل مستطيل من دول يبعد عن التاني نفس المسافة بالظبط، حاجة زي دي لو انت هتعملها يدوي تاخد فيها وقت كتير وعمرك ما هتجيبها بشكل صحيح 100%. بالتالي اداة الالاين تول ممكن تساعدك في الحالة دي. نقدر ان احنا نيجي نحدد الاربع ليارات بتوع الشكل بتاعنا، ولكن المرة دي مش هنستخدم اي شكل من الاشكال دي. عندك هنا تلات نقط او البوينت دي، لو جيت دوست عليها هتلاحظ ان اداة الالاين تول بدأت ان هي تديلك خيارات جديدة. الخيارات دي في منها الجزء اللي هو فوق ده بتاع الالاين وده اللي معروض بره وشرحناه، وعندك الجزء التاني اللي هو دوت. الجزء التاني ده بقى اللي هو يقدر يساعدك من خلاله في العملية اللي انا لسه قايل لك عليها. لو انت عندك مربعات ديت وعايز تخليهم على مسافة واحدة بالظبط، يعني ده يبدأ ويبقى في مسافة معينة هنا، بعد كده ده يبدأ ويبقى نفس المسافة بالظبط، بالتالي تقدر ان انت تيجي تحدد الاربع ليارات دول او الاربع طبقات دول زي ما اتفقنا، تيجي على الثلاث نقط دول، تيجي على الخيار دوت تدوس عليه كليك، وتيجي على الخيار دوت تدوس عليه كليك. فلاحظ ايه اللي حصل، اصبح كل واحد من دول على نفس المسافة، زبطهم لك خلاهم لك في شانل متوازي، وفي نفس الوقت اصبح المسافة اللي هنا هي اللي بتساوي المسافة اللي هنا بتساوي المسافة اللي هنا، بالتالي سهل عليك العملية. طيب وليكن انا عايز اعمل خطوة او عايزين ننفذ حاجة اصعب من الكلام دوت، بالتالي اقدر ان انا اجي احذف دول كده واقول للبرنامج انا عندي هنا طبقتين، مستطيل فوق ومستطيل تحت، واقدر ان انا اعمل مستطيلات بشكل عشوائي خالص بالمنظر ده. عايز اقول للبرنامج انا عايز اوقف المستطيلات ديت دي كلها، كل المستطيلات دي عايز اوقفها على مسافة واحدة، يعني زي ما اتفقنا الجزء الفاضي هنا بيساوي الجزء الفاضي هنا بيساوي الجزء الفاضي هنا وهكذا. بالتالي اجي احدد على كل الطبقات اللي احنا عملناها ديت كنترول وتحدد على كل واحدة، فيصبح عندك اللون هنا باللون الرمادي. بعد كده نبتدي بقى ان احنا نيجي عند الثلاث نقط دي مرة تانية وبنفس الاداة اللي احنا اتعلمناها. خلاص هنبتدي نقول للبرنامج كليك مرة هنا وكليك مرة هنا، فاصبح ايه اللي حصل معانا، بالفعل البرنامج زبط لنا الكلام وزبط لنا المستطيل او المربع بحيث ان هو خلهولي الجزء ده بيساوي الجزء ده بيساوي الجزء ده نفس الكيفية. طيب البرنامج بيحسب العملية دي ازاي، يعني الكلام ده بيتحسب ازاي؟ الكلام ده بيتحسب بناء على المسافة اللي انت سايبها من فوق هنا والمسافة اللي انت سايبها من فوق من تحت هنا. بيبتدي بقى البرنامج يقيس المسافة دي والمسافة دي ويبتدي ان هو يوزع لك بقية العناصر في صفحة العمل بتاعتك بشكل متوازي. فبالتالي دي المهمة اللي قايم عليها الاداة بتاعت الالاين تول او اداة الاستفاف دي. طيب الاداة دي بقى بتستخدم في ايه؟ زي ما قلت لك انت عندك شكل معين حابب ان انت تخليه في منتصف التصميم بتاعك، وليكن انا مثلا عندي هنا خلفية باك جراوند، طبعا الكلام ده احنا هنتعلمه قدام ولكن انا بحاول اوريك استخدامات الاداة دي في ايه. وليكن انا الباك جراوند الزرقاء دي جيت هنا كده رسمت فيها نقطة او
عملت دائرة بلون تاني. اللون ده انا عايزه يكون اضاءة الشاشة او اضاءة التصميم، فمهم ان انا اخلي اللون ده او اضاءة الشاشة ديت في منتصف التصميم بالظبط. طب انا هبتدي اعرف منين فين منتصف التصميم بالظبط؟ ما انا مش عارف. فبالتالي لو انا جيت حددت على اللاير ده كنترول، وحددت على الطبقة بتاعت الاضاءة دي كنترول، وجيت هنا قلت للبرنامج في اداة الالاين تول والنبي خليها لي في منتصف التصميم، لاحظ ايه اللي حصل. بالفعل خليها لي في منتصف التصميم، يعني الجزء اللي فوق بيساوي الجزء اللي تحت، وحط لي النقطة او الاضاءة ديت في منتصف التصميم بالظبط. كمان بقى تقدر تحط اي عنصر تاني، يعني انت لو عندك ماتيريال، عندك شخص، عندك اي حاجة بتصممها وعايز تتأكد مثلا ان انت تحط الحاجة دي في منتصف التصميم، فده استخدام للأداة. وبكده خلصنا الجزء ده من الكورس بتاعنا، واللي من خلاله اتعرفنا على أداة الألاين تول والاستخدامات بتاعتها، وازاي ان انت بتخلي الأداة ديت أداة مرنة في ايدك اثناء ما انت شغال بالعناصر اثناء التصميم، وان هي بازاي ان هي بتوفر عليك وقت وبتوفر عليك جهد اثناء تنظيم العناصر جوه نافذة العمل. بالتالي ده كان الجزء الخاص اللي اتعلمناه النهارده في الكورس بتاعنا، اتمنى ان تكون انت استفدت معايا. كمان ما تنساش ان انت تنفذ المهمه او التاسك المطلوبين منك للحلقه ديت. مطلوب ان انت تدمج ما بين الحلقه اللي فاتت واللي شرحنا فيها اداه رسم الاشكال او الرنجل تول، وما بين الحلقه بتاعت النهارده، فانك تصمم شكل طالع من قلبك. الشكل ده بادوات الرسم اللي انت اتعلمتها في الحلقه اللي فاتت، واداه الاستفاف تحاول ان انت تشكل الاشكال بتاعتك دي بحيث ان يطلع منظور جيد للعين، وتصميم نوعا ما بيزك او ستاندر، بحيث ان انت تحفظ الديزاين ده وتشاركني بيه في الجروب اللي سايبه لك تحت في وصف الفيديو. مهم جدا ان انت تنفذ الدرس ده اولا عشان معلومه تثبت في دماغك وتجمع ما بين الدرسين مع بعض بشكل عملي، كمان عشان لو عندك اي مشكله اقدر اساعدك واقومك فيها. بالتالي مهم جدا ان انت تنفذ التاسك ده. اخيرا ما تنساش ان انت تدعم الفيديو ده تحت بانك تدوس لايك او اعجبني، لان مهم جدا ان انت تتفاعل على الفيديو، لان قلة التفاعل بتقتل المحتوى. بالتالي اتمنى ان انت تدعم الفيديو ده تحت بلايك، عايزين نكسر زرار اللايك دوت. كمان مهم جدا ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل اشعارات القناة. كان معاك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والسلام امان.